واحدة من الكونسبتس المهمة جدا برضه لازم ناخدها في اعتبارنا في الفلويدز هي الفيسكوستي. فيسكوستي هي بيسكلي مقابلة للشير ستريسز اللي كانت موجودة عندي في السوليدز. لو انا عندي فورس ابلايد في المكان دوت في الفلويد، هي بتحاول ان هي تشد عندي الفلويد عشان يتحرك، بيبتدي يحصل بينها وبين اللاير بتاع الفلويد اللي جنبيها بيبقى فيه حاجة زي فريكشن كده، والفريكشن ده بيحاول يشد اللاير دي يتحرك يعني بنفس السرعة، او يحصل لها اكسلريشن زي الفورس دي ما بتحاول تاكسلريت المكان دوت، ودي بتحاول تشد اللي بعديها ودي بتحاول تشد اللي بعديها وهكذا. لو الفلو بتاعي ده لامينر، الايكويشن بتاعتي بتبقى حاجة بالشكل ده كده، اف بتساوي ايتا في اس في دلتا في باي دلتا واي. اوكي، يعني التغيير هنا في الفيلوسيتي بيبقى ايه بالريت ده بالظبط، وده في الاخر بيطلع لنا البوزاي فلو اللي هو بيبقى شكله عباره عن حاجه شكلها كوادراتيك او شكلها بارابوليك، بتبقى جوه التيوبس اللي بيتحرك فيها الفلو دوت. بس الحاجه مهمه جدا جدا لازم نتخيلها، و يعني لازم نعرفها عن اللامنر فلو، ان ما بيحصلش اي نوع من انواع الميكسينج بتوين ادجيسنت لايرز. يعني بتكلم على ان انا لو بتحرك في وذين اللامنر فلو رينج بتاع فلويد، يبقى معنى كده اللاير دي هتفضل ماشيه كده، مش هيحصل بينها وبين اللاير دي اي ميكسنج. فمعنى كده احنا ممكن نستعمل الكونسيبت بتاع اللامينر فلو ده ان احنا نعمل بيه كلين روم ايزوليشن. يعني ممكن ان انا يبقى عندي مثلا فرضا يبقى عندي على السايد دوت يبقى عندي حاجه زي مثلا فيوم هود، او عندي مثلا يعني دكتور شغال مثلا ببعض الحاجات اللي ممكن يبقى فيها يعني فيروسز، ممكن تبقى فيها حاجات معديه او فيها حاجات ممكن تبقى خطيره، اوكي، او فيها بعض الكيميكالز اللي ممكن تكون يعني ما مش المفروض انها تطلع في الجو يعني. والناحيه الثانيه هنا يبقى ده عباره عن المعمل نفسه، المعمل اللي الناس شغاله فيه وماشيه فيه وكل حاجه. لو انا حطيت بينهم من بعضهم لامينر فلو هنا، اللامينر فلو ده هيخلي ما فيش اي ميكسنج بين التو سايدز الموجوده عندي هنا، بين السايد ده والسايد ده خالص. فمعنى كده اقدر اعمل ايزوليشن، كومبليت ايزوليشن، بان انا اعمل حاجه زي ستاره هواء بين التو كومبارتمنتس اللي انا عايز افصلهم عن بعض. ده باستعمال الكونسبت الاساسي جدا اللي هو بتاع اللامينر فلو.